هذا الرجل اسمه ريمون عباس ومعروف بلقب هاش بابي، كان عنده 2.5 مليون متابع على الانستغرام. ريمون عباس كان عايش في دبي وكان دائما يظهر بأغلى الملابس وأفخم السيارات ويسوق لنفسه أنه ملياردير، لكن اللي انكشف بعدها أن هذا الرجل في الواقع محتال ونصاب محترف. فكيف تحول هذا النصاب لمشهور على الانستغرام؟ وكيف نصب وسرق مبالغ توصل لنص مليار دولار؟ وشو الصورة اللي نشرها على الانستغرام وأدت لكشفه في النهاية؟ قصة جدا مثيرة للاهتمام، فتأكدوا أنكم تتابعونها لنهايتها. السلام عليكم، معاكم بدر. احنا اليوم عايشين في عالم متسارع، كل شيء حوالينك يمشي بسرعة في العالم الحقيقي وطبعا في العالم الرقمي. احيانا نحتاج ناخذ لحظة وناخذ نفس، ناخذ لحظة عشان نحس بالسكينة والاطمئنان. فاليوم انا جايب لكم اداة مهمة ممكن تساعدكم للوصول لحالة السكينة والهدوء هذه. هذه الاداة هي راعي فيديو اليوم، تطبيق تهون. تطبيق تهون هو تطبيق مهتم بتحسين صحتك النفسية. داخل التطبيق راح تحصل تهوينات، التهوينات هذه عبارة عن مقاطع صوتية، بتحصل جلسات تأمل، قصص نوم، ملخصات كتب نفسية، جلسات علاجية، بودكاست وغيرها كثير. وبعد راح تحصل في التطبيق أدوات لمتابعة مزاجك وحالتك النفسية يوم بيوم، يعني منصة متكاملة هدفها انها توصلك للعافية النفسية. تطبيق تهون هو التطبيق الخليجي الاول في مجال الصحة النفسية، والمحتوى اللي فيه باللهجة الخليجية، بس اللهجة مفهومة للكل. اذا كنت تتابعني فاكيد انك راح تفهم اللهجة اللي في التطبيق. استخدامك لهذا التطبيق راح يكون من اكبر الاستثمارات اللي تسويها لنفسك. حاليا الاشتراك السنوي في التطبيق عليه تخفيض بنسبة 50% لفترة محدودة، وفي كل الأحوال عندك فترة مجانية تقدر تجرب فيها تطبيق تهون براحتك، فيعني ما راح تخسر شيء. فأريدك تروح وتحمل تطبيق تهون من الرابط اللي تحت وتعطاه تجربة، لأن جد ممكن يسوي لك فارق كبير في حياتك. قصتنا اليوم تتكلم عن هذا النصاب اللي اسمه ريمون عباس واللي اشتهر بلقب هاش بابي. بس قبل ما يشتهر، ريمون انولد ونشأ في واحدة من الأحياء الفقيرة اللي تقع في مدينة لاغوس في نيجيريا. وعلى نهاية التسعينات وبداية سنة 2000 بدأ الإنترنت ينتشر في العالم، وطبعاً وصل لنيجيريا. كثير من الناس وخاصة الشباب اللي كانوا موجودين في نيجيريا، فرص الحياة والشغل قدامهم قليلة، فلجؤوا لعالم الإنترنت الجديد هذا ودخلوا مجال النصب والاحتيال. وحتى بعدين تكونت عصابات ومجتمعات لهذا النوع من الناس، كأن هذا كان شغل حقيقي بالنسبة لهم. صارت في أوقات دوام وكانوا يتجمعون في مقاهي الانترنت ويتبادلون مع بعض الخبرات والتجارب والأفكار وغيرها. فيعني مجتمع نصابين الانترنت هذا كان قاعد يزدهر ويكبر في نيجيريا، وكل يوم كانت هذه العصابات تنفذ عشرات الآلاف من عمليات ومحاولات النصب. فصاحبنا ريمون عباس كان واحد من الشباب اللي انجذبوا لهذا العالم ودخل ويا عصابات النصب الإلكترونية هذه من سن صغير. معظم عمليات النصب اللي يسوونها كانت تصير بالإيميل، وكانوا يستخدمون إيميلات موقع ياهو المعروف، فكانوا يسمونهم The Yahoo Boys، أولاد الياهو. فعمليات النصب اللي كانوا يسوونها الياهو بويز هذيلة كان معظمها يستهدف الأمريكان، يرسلون إيميلات لعناوين بريد أمريكية عشوائية، يجمعونها بطرق مختلفة ويحاولون يتلاعبون بمشاعر أصحاب هذه الإيميلات باستخدام كذبة معينة. مثلا ممكن يستهدفون مشاعر الطمع والرغبة في الثروة، فالنصاب يرسل إيميل لشخص ويقول له أنا أمير أو مدير بنك أو محامي ومحتاج مساعدتك أني أنقل مبلغ كبير برا نيجيريا. مثلا يقول له في شخص مات وكان يحمل نفس اسم عائلتك وما عنده أي أقارب، فأنت الوريث الوحيد للملايين اللي تركها وراه. فهني هذا الشخص المنصوب عليه يتحمس ويبدأ يفكر بالثروة والملايين اللي فجأة بتنزل عليه من السماء، أخيرا حصل المعجزة اللي بتغير له كل حياته. فعلى طول يرد على إيميل النصاب ويقول له شو لازم أسوي، كيف أحصل هالفلوس. فالنصاب يستدرجه وفي النهاية يقول له مثلا
لازم تحول لي مبلغ بسيط $500 أو $1000 عشان أتأكد من حسابك البنكي قبل ما أحول لك الملايين. طبعا هذا مبلغ بسيط، لكن قدام الملايين اللي بيحصلها يظهر شيء تافه. شو يعني $500 أو $1000 مقابل ملايين؟ فالمنصوب عليه يكون مستعد نفسيا انه يحول مثل هذا المبلغ البسيط. في بعض طرق ثانية للتلاعب عندهم، ممكن مثلا يتلاعبون بالمشاعر العاطفية. النصاب يقنع المنصوب عليه ان بنت ويدخل وياه في علاقة حب ويخليه يحول له مبالغ وفلوس. اسلوب النصب على الخروف، نصبة كلاسيكية. وفي بعد نصبة كانت تضبط ويا كثير من الامريكان بالذات، تلعب على مشاعرهم الوطنية. في هذه النصبة النصاب يدعي ان جندي امريكي ما عنده فلوس وعالق في افريقيا في واحدة من الدول الافريقية، فهذا الجندي الشجاع اللي يضحي لوطنه عالق وما قادر يرجع لبلده، ما قادر يرجع لأمريكا، فيطلب من هذا الشخص المنصوب عليه انه يساعده ويحول له مبلغ عشان يقدر يرجع للبلد. فكل انواع النصبات هذه دائما لازم تتلاعب بنوع معين من المشاعر، الطمع، الحب، الوطنية او غيرها. والياهو بويز كانوا يتدربون على هالامور وكيف يستغلون نقاط الضعف النفسية عند ضحاياهم. فصاحبنا ريمون حباس كان واحد من الياهو بويز هذيلة، بس كان بعد ياهو بوي مجتهد، كان يرسل مئات الايميلات في اليوم الواحد، فكان يجيب الغنيمة ورا الثانية بسرعة، ومع الوقت صار خبير في المجال. ولما حس انه وصل لمرحلة يقدر فيها يشتغل بروحه، تخلى عن عصابته اللي كان يشتغل لهم وقال خلني اشتغل لنفسي وابني عصابتي الخاصة، بدل ما اكون مجرد ياهو بوي خلني أصير ياهو كينج. وشوي شوي صاحبنا ريمون عباس بدأ يبني عصابته الخاصة وبدأ يدخل فلوس أكثر، بس هو في الواقع كان طموحه أكبر من مجرد عمليات النصب الصغيرة هذه، كان يطمح لأشياء أكبر بكثير. بس هذه الأشياء اللي يطمح لها ما كان يقدر يوصل لها بمجرد إرسال إيميلات نصب كل يوم، كان محتاج يخترق الإيميلات يهكرها. فبدأ ريمون عباس يتعرف على الهكرز ويدخل في مجتمعاتهم، كان يريد يجمع ما بين عالم النصابين وعالم الهكرز، فبدأ يدخل عنده هكرز في عصابته الصغيرة، وكانت الفكرة اللي في باله ذكية جدا. الفكرة راح تخليهم يظلون قريبين من مجالهم اللي هو الإيميلات، بس بدال ما يرسلون إيميلات نصب بيروحون ويخترقون الإيميلات هذه. بس شو الفائدة إنهم يروحون ويخترقون إيميلات؟ كيف هالشيء بيدخل لهم فلوس؟ الفكرة إنهم ما راح يخترقون إيميلات أشخاص عاديين، راح يخترقون إيميلات موظفين أو مدراء مهمين في بعض الشركات. فأول خطوة لازم يحددون الشركة اللي يريدون يستهدفونها، بالعادة تكون شركة يكون عندها زباين وعملاء، على سبيل المثال شركة محاماة. فهم يروحون ويدورون عن المسؤول أو المدير المالي لهذه الشركة أو واحد من المحاسبين المهمين فيها، وبعدها يخترقون إيميل هذا المحاسب أو هذا المدير، إيميل الشغل التابع لموقع الشركة، يعني إيميل رسمي. كيف يخترقون الإيميل؟ في طرق كثيرة ما راح ندخل فيها لأن هذا مو موضوعنا. المهم بعد ما يخترقون الإيميل ويدخلون عليه ما يسوون أي شيء، يقعدون مكانهم ويراقبون وبس، يشوفون الرسائل اللي تطلع والرسائل اللي تجي، فيعرفون طبيعة الشغل وطريقة صياغة الإيميلات الرسمية اللي تستخدمها هذه الشركة. طبعا مثل ما قلنا في مثالنا هذا الشركة شركة محاماة، فمثلا عندهم زبون، سواء الزبون هذا كان شخص أو شركة أو جهة معينة، يشتغلون ويا هذا الزبون ويقدموا له خدماتهم، وبعد ما يخلصون الشغل اللي بينهم المدير المالي في الشركة يرسل للزبون فاتورة، هذه الفاتورة يكون فيها المبلغ اللي لازم يدفعه الزبون للشركة ومعاه بيانات حساب الشركة، حساب البنك، عشان يقدر يحول المبلغ اللي عليه لهذا الحساب، حساب الشركة. فريمون عباس وعصابته اللي اوريدي مخترقين الإيميل شو يسوون؟ ينسخون الفاتورة هذه ويعدلون على بيانات الحساب البنكي اللي فيها، يشيلون حساب الشركة ويحطون مكانه حساب تابع لهم، وبعدها يرسلون نفس الفاتورة هذه لنفس الزبون ويقولوا له المعذرة منك، احنا كان في خطأ عندنا في البيانات، بيانات حساب البنك، وهذا الحساب الصحيح. فالحين الزبون وصلته رسالة جديدة فيها فاتورة جديدة معدلة من نفس الإيميل الرسمي للشركة، إيميل المدير المالي اللي اخترقوه العصابة،
فالزبون ما يشك أبداً في صحة الرسالة ويروح ويحول المبلغ على حساب ريمون عباس وعصابته. وفي خطوة مهمة بعد، واللي هي إن عصابة ريمون عباس بعد ما يرسلون الرسالة هذه اللي فيها الفاتورة المعدلة يحذفون هذه الرسالة من الإيميل تماماً، الرسالة اللي أرسلوها، بحيث إن المدير المالي اللي في الشركة ما يقدر يكتشف اللي صار، فبالتالي يقدرون يكررون نفس العملية مع نفس الشركة ومن نفس الإيميل أكثر من مرة، لأن المدير المالي ما يعرف إن هالشيء قاعد يحصل وما حد ينتبه، لغاية ما المحاسبين اللي في الشركة يراجعون بيانات الدفع والتحويلات ويكتشفون بعدين بعد أسابيع أو أشهر إن الفلوس اللي يحولونها لهم زباينهم ما قاعدة توصل لحساب الشركة. فبهذه الطريقة ظل ريمون عباس يكبر ثروته وعصابته يوم عن يوم. بس الأوضاع في نيجيريا بدأت تضيق عليهم من عدة نواحي. أول شيء خدمات الإنترنت ما كانت على قد المستوى، فكانوا يواجهون دائما مشاكل كثيرة من هالناحية. الشيء الثاني، نيجيريا صارت معروفة بكثير من أنواع النصب والاحتيال الإلكتروني، فهالشيء بدأ يضيق عليهم الفرص ويقللها. وفوق هذا بعد، حتى السلطات الأمنية والحكومة النيجيرية بدأت تحط قوانين وتتحرك أكثر عشان تكافح هذا النوع من النصابين، لأن سمعتهم بدأت تتشوه وتتضرر بشكل كبير على مستوى العالم. فريمون عباس قرر أن جاء الوقت عشان يطلع من نيجيريا ويسافر لبلد ثاني. ففي سنة 2014 طلع من نيجيريا وسافر لماليزيا. في هذيك الفترة كثير من الياهو بويز والنصابين اللي كانوا في نيجيريا انتقلوا لماليزيا، لأن ماليزيا كانت فيها خدمات انترنت بمستوى عالي، وبعد كانت فيها أدوات أفضل عشان يخفون أنفسهم وموقعهم مثل خدمات الفي بي ان. فصارت ماليزيا مقر ريمون عباس الجديد، وكان يدير كل عملياته من هناك، وظل يجمع عشرات الملايين بنفس طرق النصب والتهكير اللي تكلمنا عنها. أحياناً غنايمة من عملية واحدة كانت ممكن توصل لملايين. يعني تخيلوا شركات كبيرة بدل ما تحول الفلوس على الحساب البنكي الصح تحوله على حساب ريمون عباس وعصابته. فصار ريمون ثري جدا، نتكلم عن ثروة توصل لعشرات الملايين، وراح تظل هذه الثروة تكبر وراح توصل لمئات الملايين. لكن في نفس هذه الفترة اللي كان فيها صاحبنا ريمون عباس في ماليزيا قرر انه يسوي شيء غبي جدا. لما الواحد يكون نصاب ومصدر دخله غير قانوني المفروض انه يحاول يخفي نفسه، لكن ريمون عباس لما شاف كل هذه الثروة والفلوس بين يدينا ما قدر يقاوم رغبته انه يستخدم السوشيال ميديا ويبدأ يستعرض ثروته وفلوسه قدام العالم والناس. ففي هذاك الوقت سوى حساب على الانستغرام باسم هاش بابي وبدأ ينشر صوره عليه. الصور في البداية كانت عادية، صور لنفسه، بس كان يحرص انه يظهر الملابس اللي لابسنها دائما. بعدين الاستعراض بدأ يتطور، بدأ ينشر ممتلكاته والاماكن والمحلات اللي يروح لها، وبدأ يستعرض قدام الناس أسلوب حياة الثراء اللي كان عايش فيه. فبنى لنفسه براند وسمعة تبين أنه واحد ثري جدا، ما يلبس إلا أغلى الملابس وما يروح إلا أفخم الأماكن والمحلات. وطبعا ما في داعي نتكلم عن الساعات والسيارات وكل شيء ممكن تتخيله. وكان بعد يخلط محتوى استعراض الثروة هذا بمحتوى التحفيز، ويكتب أحيانا بوستات عن شقد هو كان فقير بس بالعمل والكفاح قدر يبني ثروته ويصير من الطبقة المخملية الثرية. فإذا كان هو يقدر يسويها فأكيد أنت تقدر تسويها بعد. هذا نوع المحتوى اللي شهر هاش بابي على الإنستغرام، محتوى استعراض ثروة مع محتوى تحفيز وتنمية ذات. فهالشي بدأ يجمع له متابعين كثير، وصار ريمون عباس معروف باسم هاش بابي، اللقب اللي أطلقه على نفسه في الإنستغرام. للأسف حسابه انحذف وحاليا ما موجود، بس هذا الحساب وصل في ذروته لاثنين ونص مليون متابع. فمع تصاعد شهرته على السوشيال ميديا بدأ يبني علاقات مع ناس أغنياء ومشاهير. واحد من هذيل الناس كان مشهور نيجيري على الإنستغرام اسمه مومفا. مومفا هذا كان بعد واحد ثري، وكان على ما يبدو أنه عنده خليط من الأعمال الشرعية والغير شرعية. وين كان عايش؟ كان عايش في دبي. فمومفا أقنع هاش بابي أنه ينتقل لدبي، قال له هني عايشين الأثرياء والمؤثرين الكبار،
فأنت تعال بعد ويانا وعيش هني، راح تبني علاقات أحسن وتكبر ثروتك أكثر. ما أدري إذا مونفا كان عارف المصدر الحقيقي لثروة هاش بوبي ولا لا، لكن هاش بوبي كان يسوق لنفسه إنه صاحب استثمارات عقارية، طبعا ما بيكتب في الإنستغرام إنه نصاب وهكر. المهم هاش بوبي اقتنع وانتقل لدبي في سنة 2016، وهناك اكتشف ان في مستوى جديد من الحياة يقدر يعيشه، مستوى من البذخ والرفاهية ما موجود الا في اماكن قليلة من العالم، وواحدة منها دبي. في دبي اذا عندك مئات الملايين مثل هاش بوبي تقدر تعيش نوع من حياة الرفاهية اللي ما له مثيل. فهناك بدأ صاحبنا يفعل السوشيال ميديا من جد، وبدأ يستعرض ثروته ونمط حياته بشكل مجنون. ما كان يلبس إلا الماركات الغالية، جوتشي ولوي فيتون وفينتي وغيرهم، ملابس عن نفسي ما أشوفها حتى جميلة بس لسبب ما أسعارها مجنونة. وطبعا ما يحتاج نتكلم عن ساعات الرولكس والأحذية اللي ما لها مثيل، والسيارات الفخمة الروز رويس والبوغاتي واللمبرغيني وكل اللي تتخيله. وطبعا اشترى له بنت هاوس ضخم في واحدة من البنايات الفخمة. اللي ما يعرف شو هو البنت هاوس، فهو الشقة اللي تكون في اعلى بناية سكنية فخمة، وبالعادة تكون مثل القصر. فيعني هاش بوبي كان عايش حياته في دبي باعلى درجة ممكن تتخيلها من الرفاهية. وفوق الغنى والرفاهية هذه بعد بدأ يكسب مكانة اجتماعية عالية ما بين طبقة المشاهير والأغنياء، فكان يحضر حفلات خاصة ويلتقي بأشهر الناس، وحتى لما كانت هو عنده مناسبة مثل يوم ميلاده يسوي حفلة كبيرة ويجيب كل هذيل المشاهير والأغنياء عنده. وطبعا كل هذا كان في الظاهر، أما وراء الكواليس فكان مستمر وشغال في عمليات النصب وإدارة شغل عصابته، وقدام الناس يدعي أنه مستثمر عقاري. عمليات النصب اللي كانوا يحاولون يسوونها كانت تكبر أكثر وأكثر مع الوقت. تخيلوا حتى في مرة من المرات حاولوا يسوون عملية نصب على نادي إنجليزي معروف يلعب في البريمير ليج، ما كشفوا اسم النادي بس كانوا على وشك أنهم ينصبون عليهم بمبلغ 124 مليون دولار، وجد جد يعني قدروا ينصبون على النادي وقدروا يخترقون إيميلاتهم المالية. بس لحسن حظ النادي، البنوك البريطانية رفضت تحويل هالمبلغ لحساب عصابة هاش بوبي، الحساب اللي كان بالمكسيك، فهذا اللي أفشل العملية، واللي النادي وإيميلاته كانت كلها مخترقة. بس حتى مع أن هذه العملية الضخمة فشلت، لكن في عمليات ثانية ضخمة نجحت. في واحدة من عمليات نصبهم على واحدة من البنوك الأمريكية قدروا يسرقون 13 مليون دولار في عملية واحدة. فالثروة اللي جمعها هاش بوبي خلال حياته من عمليات النصب كانت توصل لحوالي 500 مليار دولار، مبلغ خرافي. فطبيعي انه يقدر يعيش هالحياة الفارهة هذه، حرفيا يمشي في الشارع وهو لابس على جسمه اشياء توصل قيمتها ل 200 او 300 الف دولار بالراحة، ملابس وساعات واحذية ومجوهرات وكل اللي ممكن تتخيله. تخيلوا حتى البراندات هذه قاموا يدعونه لحفلاتهم وصاروا يرسلوا له هدايا تقديرا له على كونه يمول نص دخلهم. اوكي طبعا هذه مبالغة، بس هذا الانسان كان يصرف على هالاشياء يمكن اكثر من اي شخص ثاني موجود في دبي. خلونا ناخذ مثال هذه الصورة اللي اخذها هاش بوبي ونشرها على انستغرامه. كان لابس ملابس من ماركة فندي وحوالينا اكياس تسوق كلها من نفس هالماركة الغالية. اكياس التسوق هذه يمكن يكون فيها اغراض توصل قيمتها لمئات الالاف، لو بعد ينشر صور هالاغراض للملايين من متابعينه بدون اي مقابل، دعاية مجانية للشركة. فهذه الشركة في يوم ميلاده رسلوا له كيكة الميلاد هذه كهدية له، وهو نشر هذه الصورة للكيكة على حسابه في الانستغرام، دعاية مجانية اضافية. طبعا هاش بوبي ما كان محتاج فلوس دعاية ولا اعلانات، كان عنده مصدر دخل احسن بكثير. بس بما انه هو عصابته سرقوا مئات الملايين من كثير من الشركات، وبما ان معظم هذه الشركات امريكية، فهالشيء حط عليهم عيون الامن، وبالذات عيون الـ FBI. والـ FBI ما شاء الله كانوا معيدين، كان قدامهم مصدر معلومات مفتوح. هاش بوبي قاعد ينشر كل شيء عن نفسه وعن حياته على السوشيال ميديا، فالـ FBI كانوا بكل سهولة يقدرون يتابعونه ويتابعون كل تحركاته. ولما نشر صورة كيكة عيد الميلاد
عرفوا تاريخ ميلاده بالضبط، فقدروا من تاريخ الميلاد انهم يتبعون طلب فيزا قديم قدمه لامريكا، وعرفوا من خلاله اسمه الحقيقي وكل بياناته. وخلال عمليات تحقيقاتهم عنه وعن عصابته، الاف بي اي قبضوا على شخص اسمه غالب العمري. غالب هذا كان كندي بس واضح انه من اصول عربيه من اسمه. فهذا الشخص كان شغال في غسيل الأموال، كان يغسل أموال لجهات كثيرة، يغسل أموال لكوريا الشمالية، لهاكرز، لنصابين، كانت عنده لستة زباين كبيرة، وواحد من زباينه كان هاش بوبي وعصابته. فلما صادروا تليفونه، تليفون غالب وكمبيوتراته اللي عنده، قدروا انهم يشوفون الرسائل وعمليات التحويل اللي صارت بينه وبين هاش بوبي وعصابته. صار عندهم دليل قوي ضد هاش بوبي. فالاف بي اي تواصلوا مع السلطات في دبي، وشرطة دبي جهزوا 6 فرق اقتحام سوات. وفي ليلة يوم 8 يونيو سنة 2020 هذه الفرق داهمت في وقت واحد أماكن مختلفة كانوا عايشين فيها أفراد عصابة هاش بوبي، وطبعاً داهموا البنت هاوس ماله اللي هو بيته ومقره الرئيسي. خلال هذه العملية تم اعتقال هاش بوبي و12 من أفراد عصابته، وتخيلوا صادروا منهم مبالغ كاش توصل ل40 مليون دولار كانت عندهم في سكنهم. منو يخلي عنده كاش بهالكمية إلا أفراد العصابات طبعاً. فتخيلوا يعني السبب الرئيسي وراء سقوط هاش بوبي وعصابته كان حبه للسوشيال ميديا وحبه لاستعراض ثروته قدام الناس. مسكين انسجن لعيون المتابعين، وين تحصل مشهور يقدر يقول هالعبارة؟ المهم بعد ما اعتقلته شرطة دبي، هاش بوبي تم تسليمه لأمريكا وظل مسجون هناك لفترة. أخيراً تمت محاكمته بتاريخ 8 نوفمبر 2022، يعني قبل 3 أسابيع بس، ونحكم عليه ب 11 سنة في السجن. أنا كل ما أوصل لنهاية فيديو صرت أتكلم عن الأحكام وش قد الحكم غريب، فخلاص أحس أني بوقف هني لأني ما صرت أفهم كيف يحكمون بهالأحكام. يعني واحد سرق مئات الملايين كيف نحكم بس ب 11 سنة؟ صح أنهم استعادوا مبالغ كبيرة، بس أكيد أن هاش بوبي على الأقل تسبب خسائر توصل لعشرات الملايين، فكيف نحكم 11 سنة؟ ما أدري. على كل حال لهني نكون وصلنا لنهاية القصة. لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، ومع السلامة.